الشميس ده هياخد مننا حوالي مترين قماش، عرض 150. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال. ان شاء الله هشرح لكم فكرة الشميس ده اللي لوكا بيشو. هنقصه، بس مش هعرف اقفله خياطة، هقفله لكم دبابيس، لان انا كده هقصه هقصه في كورس، يعني شرح كده، اقص على القماش على طول اثناء حصة وكده. بس هتشوفوا طريقة القص وطريقة التقفيل بس بدبابيس. تعالوا كده نشوف الخطوات. مترين هنطبقها كده طبقتين، هناخد منها الطول بتاع الشميس اللي هو طوله حوالي 80 سنتي، يبقى هنعلم كده 80 سنتي، يعني كده 80 اهو، وهعلم من هنا برضو نفس الايه الطول. هنبدأ نفصل اللي هو الجزء اللي هنعمله الشميز ده عن بقية القماش، والباقي كده هنطلع منه الكمام والكابيشو والكلام ده كله. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن نظبط الأطوال كده، نطبق كده. خلاص كده القماش طبقتين، هنطبق كده جزء، الجزء ده هيبقى المرد، مرد ايه متصل منه فيه، تمام. وبعدين هنطبق بقية القماش عليه كده، بحيث انا عايزة الجزء اللي باقي ده يبقى حوالي 2.5 سنتي. وهنبدأ ناخد الدورانات بتاعتنا عادي، المقاسات عرض اكتاف ورقبة ودوران صدر والكلام ده كله. اول حاجة ناخد دوران الرقبة ونقسمها على 5. عندي الرقبة 35 × 5، هقسمها الناتج هيكون 7، هاخد 7 كده، هنزل 2 سنتي من هنا للحردة الخلفية، وهنزل 7 سنتي هنا للحردة الايه الامامية، الامامية تبقى عند المرد اهو اللي هو اهو، تمام اهو. طبعا البرسل ده هيتشال لما يجي يطبق كده يتني ايه المرد. طيب هننزل بقى ميل الكتف للاخر، لان الكم ساقط، هيبقى النزول من هنا قد ايه من اخر القماش؟ 6 سنتي، 6 سنتي اهو، هوصل كده. طيب هننزل النزلة دي قد ايه بتاعت حردة الكم؟ هننزلها حوالي 22 سنتي، من 22 لـ23 سنتي، وهعمل دخلة صغيرة كده، وهنزل كده على ما فيش، فري سايز واسع هيلبس مقاسات كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. حردة رقبة خلفية الأول، وبعدين الحردة الأمامية. ونعمل هنا علامة علشان المرض. هبدأ أشق أنا كده من الجنب. خلاص وهنفتح للاخر خالص كده عشان الكم. يلا طم. وبعدين تعالوا بقى ايه نجهز الكم. نكمل واقص الكم، فاحنا عندنا كده الكم، لو اللي عندنا لو اخدنا الاكتاف مظبوطه، الاكتاف كانت لغايه كده، هقيس الجزء ده طلع عندي مثلا 10 سنتي والكم 60، يبقى هاخد الفرق، الفرق يبقى كده الكم طوله ايه 50، والوسع اهو وسع المنطقه دي. خلاص دول كده طبقتين اهو متطبقين اهو، عشان ايه كمين كمين فوق بعض. خلاص كده اخدنا كده الاكمام، هنبدا من هنا بس نضيقها شويه. بسم الله. ولازم نعمل علامة هنا في النص عشان التركيب.
كده شوفوا حطينا الاكتاف على الاكتاف اهو، طبقنا المرد وهنبدا نقفل كده اهي، عشان دي بس يا جماعه بتتقص اثناء كورس، فاللي هي انا مش هقفلها على المكنه لكن هقفلها لكم دبابيس، يعني هي سهله جدا. طيب احنا كده ممكن الاول قبل ما اركب الكم هعمل الدوران اللي موجود كده في الجناب، تمام. هنطبق كده ونشوف صاحبة الشميس ده عايزاه طول قد ايه كده مثلا، يعني من هنا كده ينزل على ما فيش، صح كده؟ طيب نظبط بس الاطوال. الدبوس ده خف شويه ازاي؟ قصتها اهي، يعني من الزاوية القايمة هقولك تدخلي قد ايه بالظبط، من الزاوية القايمة اهي ادخلي حوالي 6 سنتي كده وتعملي الدوران بتاعك. هنركب دلوقتي الكم، هعمل ايه بقى في الكم؟ هنفرد الشميس بتاعنا كده كده اهو. افردي يا سارة من عندي. القماشه دي اتغسلت صح؟ الكم اهو يا جماعه بصوا عامله علامه اهي، علامه دي هتيجي في النص كده وهخيط كده اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، مفيش اي مشكله خالص، مفيش اسهل من الكم الساقط. بس قماشه تخينه او القماشه يعني بيقولوا عليها رب جامد، زي القطيفه كده ما فيهاش لكره، يعني تبان انها فيها لكره بس هي ما فيهاش لكره. الكم التاني هقفله بنفس الطريقه كده كده كده، هنسيب بس فتحه للاسوره وممكن ان احنا نركب الاسوره بتاعتنا على المفتوح. هنقص دلوقتي الاساور وبعدين الكابيشون، عشان اقص الكابيشون لازم اجي اقيس حرده الرقبه كده، علشان كده قفلتها بدبابيس. هنيجي نقيسها كده من هنا، شايفين كده كده لازم تقيسيها يعني، والمزوره بتاعتك مش مفروضه تمشي مع الدوران، تمام. المقاس زي ما هيطلع هزودها عليه حوالي 8 سنتي، من 8 ل 10 سنتي المقاس اللي هيطلع لي ده، تمام. انا طلع لي كده 57 سنتي، يبقى لو انا حطيت عليهم 10 سنتي هيبقوا 67، صح كده؟ نشوف كده لو طلع 10 سنتي حلو مش وحش. هنفرد القماشه كده، ده 10 يبقى 67 كده هتكفي اهو، تمام. انا بقى هاخد طول الكابيشون عندنا بيتراوح من 35 ل 40 سنتي، او بيتقاس من عند حرده الرقبه الخلفيه لغايه اعلى قمه الراس، عشان لو بتقيسوها الاطفال، تمام. يعني كده شوف كده، لو انا عندي دي حردة رقبة خلفية هيتاخد من هنا لأعلى قمة الراس كده، ده طوله، تمام. اما العرض بتاعه بيبقى دوران الرقبة زائد تحطي 8 سنتي تحطي 10 سنتي كده كده لانه بيتني. بس انا هنا بالمناسبة انا مش هحط، على فكرة مش هحط اكتر من 2 سنتي لانه هيتبطن، مش هتنيه، انا ناسي ان هو هيتبطن. فانا عندي كانت كام؟ 57 يبقى هقص 59 سنتي العرض بتاعه. انا هطبقه كده، فاخدت القماش طبقتين واخدت العرض زودت عليه حوالي 4 سنتي بس مش 8، لان بيبقى ليه خياطه من النص وطبعا هيتخيط من الاطراف، فكل ده هياخد من العرض بتاعه. هطبق القماش كده هيبقى 4 طبقات، ده للمتبطن بس يا جماعه، تمام كده. هنيجي نرتفع من هنا حوالي 3 سنتي او 4 سنتي واخدهم كده لغايه بعد النص بشويه، تمام. بعد النص كده ايه بشويه، هرتفع كده من 3 سنتي ل 4 سنتي اهم، واخدهم كده بميل اهو، تمام كده. هنقص دي، بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص اهو. هنعمل ايه؟ هنيجي من الزاويه القايمه برضو وهندورها كده،
هتدوريها كده، يعني هتدخلي كده قد ايه؟ هتدخلي حوالي 4 أو 5 سنتي أو 6 سنتي، هنا 6 سنتي، تمام، عشان نعمل الدوران ده. طيب هعمل ايه؟ هاجي كده من هنا هتدخلي حوالي 2 سنتي، عشان كده انا زودت، وهتقص دي كده كده، هنقصها كده ولا مفيش كده. بعد كده ناخد الدوران ونمشي بقى ايه، نساوي الراس للاخر اهي. هو كده طبقتين، هفتح انا بقى دي كده عشان هو كده هيتبطن. هو كده كله على مفتوح. اه هساوي بس الجزء ده كده، ده كده الزون بيتخيط بقى ايه، كل طبقه لوحدها، تمام. هيتخيط ده كده وده كده، خد في منطبق كده. قصيت الاسوره بتاعتي كده، ده كده على حسب الموديل، اما كده بتاخدي الدوران ده زائد 6 سنتي، تمام. فبصوا كده عشان يكفي يتقفل كده ويبقى ايه مظبوط كده الاسورتين. هنيجي بقى نقص الجيوب. كده قصيت جيبين، الطول بتاعه كده، يعني انا عامله حاجه و20 علشان دي هتتني كده، تمام، هيصفى معايا كده على 20 أو 18، تمام. لسه دي هتتني برضو كده، وهيتني الاطراف بتاعته كده، تمام. وبعد كده بيتخيط، هنحطه كده عشان اقول لكم هيتحط على بعد قد ايه، وبعدين نشوف الكابيشوه هيتركب ازاي. هنفرد كده الشميز، هنجيبه على الوش بتاعه، يعني الجيب يا اما بيبقى فوق خط السطر يا اما من تحت خط السطر، على حسب، يعني ساعات بيبقى جاي كده فوق خط السطر، تمام. فيبقى كده من هنا على بعد حوالي 27 سنتي هنبدأ نركب الجيب، هيبقى ده الخط بتاعه، ولازم اظبط الجنب التاني عليه. طيب على بعد قد ايه من المرد؟ المرد اهو نهاية خياطته اهي، على بعد 7 سنتي من هنا هتظبطي، تمام، 7 سنتي اهو بالظبط. هنبدأ نحط الجيب ده، ده جيب هيتخيط كده، والناحية التانية زيه طبعا، هيقصر لما يتخيط من هنا ايه برضو، يبقى هنا جيب والناحية التانية ليها جيب زيه. خلاص انا كده سربت جيب اهو بالدبابيس برضو. تعالوا نشوف الكابيشو هنركبه ازاي. الكابيشو احنا قفلنا كل طبقه لوحدها، تمام. الطبقه الثانيه هنجيب نعمل ايه؟ هنفتحها كده، هنفتحها كده، دي خياطه النص اهي، هنعمل علامه في النص هنا، علامه في نص الرقبه من ورا عشان اخيطه بطريقه نظيفه سحريه برضو. هنحط البلوزه من اي اتجاه، وش او ظهر، هنشبط كده اهو، وهجيب الوش التاني للكابيشون اهو، الوش التاني اهو، هحط برضو النص على النص، يعني كاني بخيط الزنط ده وش الوش، بس حاطه في وسطهم الايه الشميز بتاعنا، تمام كده. طيب هنحط اهو ادا الزنط اهو او الكابيشو مفتوح، هحط الشميز بتاعي اهو في النص بالظبط، وهبدأ احط الطبقة التانية من الزنط اهي، وهنبدأ نقفل كده بدبابيس، نقفل نقفل للاخر اهو. هذا كده بس القماشة تقيلة أوي، تقيلة تخينة على الدبابيس. للآخر خالص لغاية ما أوصل للمرد، تمام أهو كده، هنوصل كده للمرد أهو. الحتة دي ممكن أسويها كده، يعني دي كده الجوزة دي تتسوى كده عشانها. خلاص هنقعد نقفل 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 للآخر خالص. اهو المرد باين معايا اهو، لازم ايه يبقى باقي حتة من الكابيشو. خلصت كده، ابعدي البلوزة بتاعتك وابدأي تعاملي مع الكابيشو لوحده، ابدأي اتعاملي معاه لوحده،
خيطيه وهتسيبي فتحة بس في قمة الرأس هيقلب منها. دي بقى بعد كده بديها بنط خياطة، هخيط الزنط كده يعني قمة الرأس بتاعته اهي الجزء ده كده، هسيب فتحة صغيرة كده، الفتحة دي هطلع منها الشميز كله، الشميز ده كله هيدخل جوه الكابيشو كده، خلي بالكوا كده وانا بقفل هيدخل جوه كده تمام. هقعد اقفل 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 لغاية واسيب فتحة كده اقلب منها وراعي الخياطة تيجي على الخيط تمام. هقفلها دبابيس او ابرة وخيط، بس الدبابيس يعني جامدة قوي عذبتني اهي. خيطت البلوزه كلها وانا مدخلاها جوه الكاليشو طبقتين، هطلعها كده اهو بكل سهوله، بس انا خايفه بس من الدبابيس تشكني، بس هحاول يعني. كده بص شبكت حاجه بسم الله خلاص الحمد لله اهي. هيتبقى عندنا بصوا كده، هيتبقى عندنا الفتحه دي، الفتحه دي كده 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 الكابيشو ده لازم ياخد بنط خياطه حوالينه كله حوالين الرقبه اللي هي دي هتروح متقفله كده. ساره وهي لابسه الشميز بتاعها وهو لسه متدبس ولسه مش متثبت على بعضه، وده الكابيشو يعني هو هيتخيط مش بياخد حوالي ربع ساعه خياطه، بس طالع شكله جميل جدا ومظبوط عليها، تتهنى بيه يا رب. ويا رب الشرح يكون عاجبكم، ان شاء الله تنفذوه بكل سهوله، وان شاء الله نتقابل في موديلات تانيه جديده. انتظروا.